بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم بتكلم عن البراميترز. طبعا تكلمت عن البراميترز بالدرس اللي راح، انا واعطينا فكرة عن اللي هو كيف نطلع البراميتر 1، براميتر 2، براميتر 3 والى اخره. اليوم ندخل في فكرة قدام شوي، وهي كيف نعد البراميترز، كم عددهن، بحيث اننا نعرف هل المستخدم ادخل براميترز ولا لا اصلا، تمام؟ وكيف نقدر نسردهن كلها مع بعض والى اخره. خلونا نشوف الحين. بسم الله. طبعا راح افتح ملف الشيل عندك باي محرر تبي، راح افتح بالنانو. انا عندي ملف بسميه تي بي مثلا. راح نبدا بالبانك بن باش. اوكي طيب. طبعا بالدرس راح، عشان مجرد تذكير، احنا اشتغلنا على دولار صفر، قلنا عن دولار صفر انه اسم الملف، تمام؟ لو كتبنا ايكو فايل نيمز، تمام، وسوينا بالشكل هذا، هذه راح تعطيني اسم الملف. لو سوينا ايكو بار 1، وبعدين راح نحط اللي هو هذا البراميتر 1، تمام، ايكو بار 2 راح يقول لك هذا البراميتر 2، تمام. طبعا ممكن نقول ايكو بار عشان نكثرني شوي ناخذ فكره، وهذا راح يعطينا اللي هو البراميتر 3. لكن هل في طريقه ان نقدر عدهم كلهم مع بعض؟ نعم فيه، تمام. اوكي طبعا في عندنا طريقتين، طريقتين هي ثلاث. اوكي في عندنا طريقه اللي هو علامه الدولار مع علامه الهاش، هذه راح تعدهم كم مدخل من مدخل. هذا لاحظ انه راح يسرد فقط. احسن شيء اوريكم مثال. لو كتبنا ايكو مثلا باز يساوي، راح نكتب العلامه هذه. راح نعطي الملف تشغيل تشينج مود زائد اكس تي بي دوتشل. اوكي نقوم نشغل الملف تي بي دوتشل، وبعدين راح احط باراميترز اللي هي مثلا الباراميتر الاول، راح نكتب مثلا 1 2 3. اوكي لو كتبنا 4 ما بيطلع شيء. اوكي لاحظ الحين قال لك انه البارامتر الاول 1 1، بارامتر 2 2، بارامتر 3 3، لكن هنا قال لك انه البارامترز كلهن 4. زين هذا الفائده منه، الامر هذا اللي احنا سويناه قبل شوي، انه يعد لك كم ادخل المستخدم من بارامتر، بحيث انك تعرف تسوي مقارنه تقول اذا كانت صفر ما دخل شيء. هذه الفائده من الامر هذا. اوكي طيب احنا ممكن ندخل نقدم شوي قدام، نقول مثلا ايكو اول بارز مثلا equals، نحط العلامه ذي، تمام. بالامر هذا احنا راح نسترد كل البارامترز دولار مع الاستريكس. اوكي نشغل، لاحظ انه عرضهم كلهن 1 2 3 4، طلع 4. فوق هنا ما طلع 4، ليش؟ لان انا حطيت بارامتر 1 بارامتر 2، تمام. فهنا يطلع رقم البارامتر. طبعا في قبل ما اني اخلص الدرس حق اليوم، طبعا خنت هالدرس، تمام، في حاجه ثانيه اللي هي ايكو اول بارز يساوي، في عندنا شغله ثانيه اللي هي مع علامة الآت. أوكي إيش الفرق ما بين علامة الآت والعلامة هذه؟ إذا تذكرون في درس سابق تكلمنا عن الIFS، تمام، IFS. أوكي IFS، تمام، قلنا الIFS عبارة عن قيمة تفصل وتحط قيمة تفصل في string معين. إذا عندك string ممكن تحط له قيمة وتفصله. ما بيشرح الدرس من جديد، موجود تحت بالوصف، شاهد الوصف، تمام. الفرق ما بين هذا وهذا إنه هذا يسرد كل شيء مدخل، بينما هذا يستخدم قيمة الIFS، تمام، بحيث انها هي اللي تفصل. اوكي هذا هي درس اليوم، عرفنا كيف نسترد القيم كامله، نقدر نعدهم كم، تمام، وكيف نقدر نحطهم. الدرس الجاي ممتع جدا، راح ندخل فعلا قدام شوي ونصير مبرمجين شل. يلا نشوفكم ان شاء الله في درس قادم، مع السلامه.